ده الشابتر التاني اللي هو بيتكلم عن الجايدد ويف. انا هبدا ابعت سيجنال، بس بدل ما كنا في الشابتر الاولاني بيبقى اوبن اريا، فهنا بقت جايدد ويف، يعني بيقدر يمشيها في سلك. السلك ده احنا بقى بنسميه مين؟ ترانسميشن لاين. فهو الميديان اللي هو الخطين دول اللي بيمثلوا لي الترانسميشن لاين اللي هبدا استفيد منه علشان انقل الداتا او الانفورميشن او الباور من السورس، او بنسميها جنريتور، سواء سورس او ايه جنريتور. هودي الباور او الداتا او الانفورميشن اوديها فين؟ الناحيه الثانيه اللي احنا بنسميها مين؟ اللي ايه؟ اللوب. اللي في النص ده هو بقى اللي احنا بنسميه ترانسميشن لاين. وزي ما خدنا في الشابتر اللي فات كنا بنجيب الاي والاتش في الويف بروباجيشن، هنا بنجيب الفي والايه؟ والار، يعني بنجيب الفولت والايه؟ والكرنت. فالاول بنقول ان الترانسميشن لاين بيبقى ليه حاجه اسمها ايكوفالنت سيركت، يعني اي ترانسميشن لاين بيبقى ليه حاجه اسمها ايكوفالنت سيركت. ايه ايكوفالنت سيركت؟ ان هو بقى ليه ار وال وجي ومين وسي، دول اللي احنا بنسميهم الايكوفالنت سيركت بتاعت مين؟ الترانسميشن لاين. خلاص؟ فالار هي الريزيستنس، والال هي الاندكتنس، والجي هي الكوندكتنس، والسي هي مين؟ الكاباسيتنس. كل البارامتر دي اللي هي الار والال والجي والسي بنسميها ترانسميشن لاين بارامتر، بتبقى بين يونت لينس. يعني ايه بين يونت لينس؟ يعني الار دي وحدتها او لكل متر، والال دي وحدتها هنري لكل متر، والجي وحدتها موهو لكل متر، والسي وحدتها فراد لكل ايه؟ لكل متر. يعني ايه فراد لكل متر او بين يونت لينس؟ يعني مثلا لو انا قلت انا عندي مقاومه السلك ده 5 اوم لكل متر، وانا رحت جبت 10 متر من السلك ده، يبقى الارض تحته بكام؟ 50 اوم، ضربت ال 5 في الايه؟ في ال 10. يبقى الار والال والجي والسي يعني نسبه دوم القوانين دول لازم يبقى بين يونت لينس عشان نستخدمهم في حل الايه؟ المساله. في المحاضره بقى بدا الاثبات ان هو حط لك هنا فولت وكرنت، وحط لك هنا فولت وكرنت، وخد حته طولها دلتا زد اثبت بيها اثبات طبعا عليه ان الفولت في اي حته على الترانسميشن لاين اللي هو الفي والزد عباره عن في 0 بلس اي اس ناقص جاما زد زائد في 0 ماينس في اي اس جاما زد، وان الكرنت في اي حته على الترانسميشن لاين 1 على الزد نون في الفي 0 بلس اي اس ناقص جاما زد ناقص الفي 0 ماينس في اي اس جاما ايه؟ زد. ايه هي الجاما والزد نود؟ الجاما والزد نود فانكشن في الترانسميشن لاين بارامتر، زي ما كنا بناخد زمان الجاما والايتا كان فانكشن في مين؟ في الميو والابسلون والسيجما. هنا نفس الكلام، الجاما والزد نود فانكشن في الار والال والجي والسي بالمعادله دي. بنقول ان الجاما طبعا الاثبات هو اللي نجيبها، ار زائد جي اوميجا ال في الجي زائد جي اوميجا ال سي، والزد نود الجذر التربيعي ب ار زائد جي اوميجا ال على جي زائد جي اوميجا ال سي. ده قانون الار الجاما والايه والزد نود. الجاما طبعا احنا عارفينها من زمان اللي احنا بنسميها البروباجيشن كونستانت، ودي عباره عن الفا زائد جي بيتا، والالفا ده الاتنويشن والبيتا ده الفيز شيفت ايه كونستانت. والزد نود زي ما كنا بنسميها زمان الايتا الانترستك امبيدنس، هنا في الترانسميشن لاين بنسميها مين؟ كاركترستيك ايه؟ امبيدنس. يبقى ده كده مين؟ النوع الجنرال بتاع الترانسميشن لاين اللي احنا اثبتنا المعادلات بتاعته. خلاص؟ طب النوع ده بنسميه لوسي ترانسميشن لاين. النوع ده اللي هو مين؟ لوسي ترانسميشن لاين. وكلمة لوسي ترانسميشن لاين ان بيحصل فيه لوسس نتيجة لوجود مين؟ الألف. وبالتالي بقى عندنا نوعين من الأنواع الترانسميشن لاين. النوع الاولاني اللي سبيشال كيس من النوع ده بنسميه لوسلس ترانسميشن لاين. وايه هو اللوسلس ترانسميشن لاين؟ ان الترانسميشن لاين مش هيسبب لوسس، اللي فيه الاتنويشن بكام؟ بزيرو. طب ايه اللي هيخلي الاتنويشن بزيرو؟ ان الحاله اللي موجوده في الترانسميشن لاين اللي بتسبب لوسس مش هتبقى موجوده. ايه اللي بيسبب لوسس في الدايره دي؟ الار والجي، لان جي واحد على الار، يعني الحاجه الريال هي اللي بتسبب مين؟ الرزق. وبالتالي لو الار بزيرو والجي بزيرو هيبقى اللوسس كام؟ مش موجوده. وبالتالي يبقى الشرط علشان الترانسميشن لاين
يبقى لوسلس يبقى الار بزيرو يعني ما فيهوش ريزيستنس، والجي بزيرو ما لهوش ايه كوندكتنس. وبالتالي لما اعوض في المعادلات دي يطلع ان الالفا بزيرو ويطلع ان البيتا اوميجا جذر ال سي ويطلع ان الزد نوت يساوي الجذر اللي على مين؟ حسب. يبقى دي القوانين اللي هنحل بيها الايه؟ المسألة. يبقى في الروسس ترانسميشن لاين دي القوانين اللي انا ايه؟ حافظها. النوع الثاني من انواع الترانسميشن لاين بنسميه ديستورشن ليس ترانسميشن لاين. ايه هو الديستورشن ليس ترانسميشن لاين؟ الترانسميشن لاين ما بيسببش ديستورشن. وامتى يحصل ديستورشن؟ لو في اتنويشن وبيعتمد على مين؟ الفريكوانسي. زي ما بناخد في الكوميونيكيشن. يعني لو انا عندي في الكوميونيكيشن سيستم في اتنويشن. الاتنويشن ده بيتغير مع الفريكوانسي فده بيسبب لي حاجه اسمها ايه؟ ديستورشن. طب ايه هو الديستورشن ليس؟ اللي ينفي الكلام ده؟ ايه اللي ينفيه؟ ان الالفا موجوده بس لا تعتمد على مين؟ الفريكوانسي. قاموا بقى يا جماعه بقى المراجع بقى اللي هم كتبوا لنا المراجع اللي احنا شغالين بيه احنا بناخد منهم معادلات. قال ان الشرط بتاع الديستورشن ليس اللي هو الالفا لا تعتمد على الفريكوانسي. ايه هو الشرط؟ ان الار على ال بيساوي الجي على مين؟ السي. يعني لو حصل ان قيمه الار على ال بيساوي الجي على السي ساعتها يبقى ديستورشن ليس. راحوا بقى خدوا الشرط ده وعوضوا في مين؟ في المعادلات. طلعوا الالفا طلع الجاز الار جي فعلا لا تعتمد على الفريكوانس. وطلعوا البيتا طلعت بكام؟ باوميجا جذر ال سي. والزد نوت طلعت بكام؟ بجذر ال على مين؟ اس. يبقى انا بس كل اللي انا محتاجه ان انا احفظ القوانين او ما يقول لي الديستورشن ليس اعوض في القوانين اللي موجوده على الصفحه. هو عاده ما بيجيبش الاسكيب صح؟ مين اللي قال كده؟ انا بقول يعني هو قال كده المحاضره؟ لا انا بسال. وانا اقول لك دي عاده مش عاده؟ معرفش. من خبرة الامتحانات السابقة دي. خبرة الامتحانات السابقة بقى توصل على وتكتسب هذه الخبرة يعني. تعالى بقى ايه؟ الحاجة التانية برضه في الترانسميشن لاين ان هو بقى خالي، الترانسميشن لاين محط كسيستم. كسيستم يعني ايه؟ يبقى ادي الترانسميشن لاين. لما نيجي نحطه في الدائرة هنحطه ازاي؟ ونحط طبعا سكتين كده زي ما انت شايف كده بس سكتين بتاع شان لاين. هوصل الناحيه دي باللود اللي احنا بنسميها الزد ال، وهوصل الناحيه دي بمين؟ السورس. السورس ده ليه انترنال امبيدنس اسمها زد جي وليه فولت السورس اسمه مين؟ في جي. يبقى ده ترانسميشن لاين كسيستم بقى ترانسميتر وريسيفر او جنريتور وايه؟ ولود. اي ترانسميشن لاين خلاص اتفقنا ان يبقى ليه حاجه اسمها زد نوت وليه حاجه اسمها بروجيشن كونستنت جاما وليه طول اسمه مين؟ ال ال. وبالتالي هو قال ايه؟ راح بقى اثبت معادله مهمه جدا. ايه هي المعادله؟ ان احنا ممكن نشيل الترانسميشن لاين باللود ونحط حاجه واحده اسمها مين؟ الانبوت امبيدنس. يبقى عندنا حاجه مهمه اسمها مين؟ الانبوت امبيدنس. ايه الانبوت امبيدنس؟ هي قيمه الفولت اللي موجود هنا على الكرنت الموجود. يعني لو انا افترضت ان الفولت هنا اسمه في نود والكرنت هنا اسمه اي نود، فالزد انبوت هي في نود على مين؟ اي نود. وبدا الاثبات بالمعادله دي وراح اثبت فيها ان الزد انبوت طبعا الزد ده مهم جدا بيساوي كام؟ زد نود في زد ال زائد جي زد نود تان بيتا ال على زد نود زائد جي زد ال تان ايه؟ بيتا ال. فهو ما اثبتش كده، هو اثبته جنرال للوسي ترانسميشن لاين. وطلع فيها تانش. فعشان نثبتها للوسس، ما هو المسائل كلها تبقى لوسس. نشيل التانش ونحط مكانها ايه؟ جي تان. فيطلع القانون كده ايه؟ بالشكل ده. يبقى ده كده الزد انبوت بتاع ترانسميشن لاين. طيب الحاجة التانية إن الفولت اللي هنا بنسميه في ال، اللي هو الفولت اللي عند اللود، والكرنت اللي هنا بنسميه مين؟ اي ايه؟ ال. وبالتالي لو انا قدرت اجيب الفي نود والاي نود اقدر منهم اجيب الفي ال والاي ال، والعكس صحيح. لو انا عندي الفي ال والاي ال اقدر اجيب منهم الفي نود والاي نود زي ما هنشوف في المساله. منين؟ باستخدام القوانين والفولت والكرنت بتاع الترانسميشن. يبقى دي الحاجه الثانيه اللي هي مين؟ الانبوت امبيدنس. عندنا كمان حاجه اسمها ريفليكشن كوفيشنت. دي مش جديده، مش احنا عندنا ادي ويف او ادي فولت عباره عن انسيدنت وريفليكت.
فالنسبه بين الريفلكت والانسيدنت دي بنسميها مين؟ ريفلكشن كوفيشنت. عندي اللود هي عباره عن زد ال ناقص زد نود على زد ال زائد مين؟ زد نود، زي اللي كنا بناخدها زمان اللي هي ايتا 2 ناقص ايتا 1 على ايتا 2 زائد ايتا 1. طيب وبالتالي لو انا عندي ريفلكشن كوفيشنت يبقى عندي ستاندنج ويف ريشيو اللي هي 1 زائد الروم على 1 ناقص مين؟ الروم. حاجه بقى الاخيره ان احنا عندنا ثلاث انواع للود. هم مش ثلاثه، هم صراحه اربعه. النوع الجنرال ان الزد اللي تاخد اي قيمه. الثلاثه بقى سبيشال منهم هم ايه؟ ممكن اللود ده يبقى ايه؟ شورت سيركت. المقصود بايه شورت سيركت؟ ان انا هاجي عند الطرفين دول واروح موصلهم ببعض. تلاقي اللود ايه؟ مش موجود. فساعتها بنقول ان الزد ال بيساوي كام؟ زيرو. وممكن اللود يبقى اوبن سيركت. معناه ايه اوبن سيركت؟ يعني هاجي في نهايه الترانسميشن لاين ويبقى مش موصل على حاجه. معناه ان الزد ال بكام؟ ما لا نهايه. والحاله الثالثه ان اللود بنسميه ماتش اللود. وهنعرف يعني ايه ماتش اللود. ماتش اللود معناه ان اللود توافق مع الزد. او توافق مع الترانسميشن لاين. يعني خد كل الباور اللي ايه؟ اللي هتجيله. امتى الكلام ده يحصل؟ لو الزد ال بيساوي مين؟ الزد. يبقى دول الثلاث انواع من اللود اللي ممكن يبقى عندنا. كل اللي انا هعمله ايه؟ هاخد الثلاث انواع واعوض في القانون بتاع مين؟ الانبوت امبيدنس. وهجيب الزد في حاله الشورت سيركت. ونجيب الزد في حاله الاوبن سيركت. ونجيب الزد انبوت في حاله مين؟ الماتش. هنجيبها ازاي؟ من حقك انت تحفظ القوانين بتاعتها النهائيه. انا مش عاوز احفظ بقى ثلاث قوانين ولا قانون رابع، انا احفظ قانون واحد بس يبقى انا عارف لما يقول له شورت هعمل ايه؟ هشيل الزد ال واحط كام؟ زيرو. فلو شلت الزد ال وحطيت زيرو يبقى هنا زيرو وهنا زيرو، الزد نود راح مع الزد نود، يفضل لنا كام؟ جي زد نود تان بي تان. ادي اول حاجه. الحاله الثانيه لما يبقى اوبن في نفس القانون وهو اللي هو الانبوت امبيدنس، هشيل الزد ال واحط ما لا نهايه، يبقى في فوق ما لا نهايه وتحت ما لا نهايه، ما ينفعش. فنضطر نعمل ايه؟ نقسم فوق وتحت على النهايه. فلما اقسم دي على الزد ال يفضل واحد. ولما اقسم دي على الزد ال يبقى هيفضل كام؟ زيرو. وده يبقى زيرو وده يبقى جي تان بيتا ال. فيطلع فوق يبقى كام؟ ايا كان بقى الطريقه الحسابيه يطلع ناقص جي زد نود كوتان ايه؟ بيتا ال. واقول بس ملاحظه كده عمليه في الجزء ده. ايه الملاحظه؟ ان لو عندي ترانسميشن لاين سواء انا عملته شورت او عملت اوبن، الانبوت امبيدنس بتاعته يبقى بيور ايماجينري سواء بوزيتيف او ايه نيجاتيف. دي معناه ايه؟ ان انا ممكن اعمل مكثف. ما هو ايه هو اللي يدي بيور ايماجينري؟ يا اما المكثف يا اما الكويل، لان الكويل بيدي جي اوميجا ال والمكثف واحد على جي اوميجا سي. وبالتالي ممكن استخدم الترانسميشن لاين كانه يشتغل مره مكثف ومره ايه؟ ومره كويل. اي واحده في الاثنين ممكن يشتغل مكثف وكويل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا مثلا استخدمت شورت بطول معين الناتج يبقى بوزيتيف فكانه ايه؟ كويل. طب لو غيرت الطول شويه ممكن احول التان من بوزيتيف الى ايه؟ نيجاتيف فيشتغل كانه ايه؟ مكثف. وده اللي بيحصل طبعا في البريد السيركت الجديده اللي هي بقى بتاع الموبايل والحاجات دي. مش هتلاقي بقى المكثفات اللي هي كانت زمان موجوده والحاجات دي، انت هتلاقي كلها ايه؟ خطوط كده ومره يعملها شورت يعملها مكثف او ايه؟ او خلاص؟ يبقى دي الفكره بتاعت مين؟ ما علينا. الحاجة الثانية الماتشنج. إيه اللي بيحصل في الماتشنج؟ اللي إحنا قلنا عليها إن الزد إل يساوي زد نوت. ده أنت استفدت منها إيه؟ إن هخلي الريفليكشن كوفيشنت بكام؟ بزيرو. ما لو حطيت الزد إل هي زد نوت يبقى الريفليكشن كوفيشنت بكام؟ بزيرو. دي معناها إيه؟ إن كل الويف راحت اللود استفاد بيها ما رجعش حاجة منها. يعني كأن اللود استفاد بكل الباور اللي إيه؟ اللي رايحة. وبالتالي ساعتها يبقى الانبوت هي برضه مين؟ الزد. جبتها منين؟ شلت الزد ال وحطيت زد نوت. يبقى البسط هو المقام يفضل في الاخر هو مين؟ الزد. يبقى دي الحالات اللي هي بتاعت الترانسميشن لاين، ممكن يبقى شورت، ممكن يبقى اوبن، ممكن يبقى ايه؟ يبقى خلاص؟ دي الحاجات اللي هنحل عليها المسائل دلوقتي، بجانب بقى الحاجه الاخيره اللي هو قالها امبارح اللي هي الماتشنج سيركت او الكوارتر ويف ترانسفورمر، هنقولها لما تيجي المساله.
حد عنده مشكله. طبعا انا استعرضت كده الحاجات اللي وقالها في المحاضره بسرعه كقوانين بس، انما كاثبات طبعا علاج قانون الفي والقلط، وعلاج قانون الزد نود، وعلاج ايه قانون الزد ام نود كاثبات. تعال نشوف بقى ايه المسائل. اللي هي الجذر اللي على مين؟
طبعا عشان نحتاج الاوميجا لازم نديك الفريكوانس يعملها بكام؟ ب 10 ميجا. حلو بقى هات اثنين خلاص جبنا الار والجي ناقص ال والسي اجيبهم بقى ازاي؟ بنفس الفكره لو انا ضربت الاثنين في بعض يبقى 150 هيساوي مين؟ اوميجا ال يعني كان ال بيساوي الاوميجا 150 على مين؟ على الاوميجا. طيب لو انا قسمت الاثنين على بعض يعني 3 على 50 هيساوي مين؟ الاوميجا سي كان السي بيساوي 3 على 50 على مين؟ على الاوميجا. يبقى انا كده جبت ال وجبت السي وقبل كده جبت الار والجي يبقى انا كده ايه؟ جبت الاربع حاجات اللي هو عايزها. مطلوب او السؤال رقم سي اكيد هيدينا النوع الثالث اللي هو مين؟ الدستورشن. قال لنا اهو ديستورشن ليس لاين. كلمه ديستورشن ليس لاين تديك معادله مهمه هتحلها ايه هي؟ اول ما يقول ديستورشن ليس هقول كده يبقى دي معناها ان الار على الجي بيساوي الار على الام بيساوي الجي على مين؟ على السي. هي الار على الجي بيساوي هي نفس الكلام. يبقى الار على ال بيساوي الجي على مين؟ السي. جبت المعادله منين؟ قال لي ديستورشن ليس. كمل بقى قال لك ايه؟ قال لنا ان الجامع بيساوي 14 من 1000 زائد جي 1.5 يبقى هي دي الالفا والالفا بيساوي جذر ار جي يبقى دي معادله رقم واحد وادي معادله رقم كام؟ 2 ودي البيتا والبيتا بيساوي كام؟ اوميجا جذر ال سي يبقى دي معادله رقم كام؟ 3. الحاجه الاخيره قال لنا ان الزد نون بيساوي 80 والزد نون بيساوي كام؟ جذر ال على السي يبقى معدل رقم كام؟ 4. اكيد وانا ماشي هحتاج الاوميجا عشان كده مدينا فريكونس كام؟ 500 ميجا. يبقى انا عندي اربع معدات لو حليتهم المفروض يدوني مين؟ الار والال والجي والسي. ما حدش يقول انا قاعد احل اربع معدات مش هتحل يعني اربع معدات حاجه. انت هتعمل ايه؟ في الاثنين دول زي ما عملنا دي هضربهم هجيب منهم ال ال هقسمهم هجيب مين؟ السي. يبقى اصبح عندك ال ال والايه؟ والسي. وبالتالي بعوض بيهم هنا يبقى انت عصبك الار فانكشن في مين؟ في الجي. او الجي فانكشن في مين؟ في الار. عوض بواحده فيهم هنا يبقى انا جبت الار عوض تاني هجيب مين؟ في الجي. خلاص؟ وطبعا ايه؟ باي طريقه تحلها بس هتحتاج منك انت لازم تعملها مره واثنين علشان تتدرب عليها. مش هتقعد تفكر في الامتحان تتعمل ازاي. خلاص؟ يبقى ده كده مين؟ مساله رقم واحد كان بيقول لنا انواع الترانسميشن لاين وازاي نتعامل معاها. في مشكله في الكلام ده؟ نشوف مساله رقم اثنين. المساله الثانيه بيقول عندنا 300 متر لونج لاين يعني كان في ترانسميشن لاين طوله 300 متر. لما تجيب طول ترانسميشن لاين بكام؟ 300 متر. هاز ذا فيلوينج كونستنت يعني هو بقى مديك البارامتر وقال فور توتال لينس يعني القيم اللي هو مديها لك دي لللينس كلها. فقال عندي بارامتر 4.5 كيلو و15% ملي هنا و60 ملي موم و12 نانو ايه فراغ. الرموز اللي هكتبها يعني اكتب ايه؟ هكتب الار والال والجي والسي. غلط. ايه غلط؟ اللي احنا اتفقنا ان الار والال والجي والسي بين يونت لينس يعني كان لازم انا يقول لي ايه بين يونت لينس. فعشان اجيب الار والال والجي والسي اعمل ايه؟ المفروض اخد الارقام دي واقسمها على مين؟ الال. فالاحسن ان انا اعمل ايه؟ بدل ما اقسم على ال هضرب في ال. يبقى الار في ال والال في ال والجي في ال والسي في ال بيساوي الارقام هي هي صح؟ يبقى اذا ايه؟ كانه مديك الريزيستنس والكاباستنس والكوندكتنس والاندكتنس بتاع كل الايه؟ كل الترانسميشن. يبقى معلومات في المساله. ايه اللي هو عايزه بقى؟ نكمل بقى المساله. ذا لاين از ترمينيتد باي. كلمه ترمينيتد باي يعني حطيت لود يساوي يعني زد ال يساوي 30 زائد جي 60 يبقى رقم 2 اللود. اند اوبريت ات 6 ميجا هرتز يعني في الفريكوانسي اللي شغال عنده 6 ميجا هرتز.
المطلوب بقى رول 5 الجام واليو والريفليكشن والستاندنج بوزيشن. يبقى عشان نحل المساله نشوفوا عايز ايه. عاوز يجيب الجام اللي هي الالفا والبيتا، ده بالقانون بتاع الجام. عاوز يجيب اليو، ما تنساش بقى ان احنا نفس القوانين بتاع المره اللي فاتت. لو انا جبت الالفا والبيتا يبقى اليو هي الاوميجا على البيتا. طب لو قال لي هات اللمدا 2 باي على البيتا، نفس القوانين بتاع الشطر الاولاني. وبالتالي عشان اجيب اليو كان لازم اجيب مين؟ البيتا. والبيتا هجيبها جوه مين؟ الجاما. يبقى دي خلاص. عاوز اجيب الريفليكشن، هي زد ال ناقص زد نون على زد ال زائد زد نون. هو مديني الزد ال، يبقى لازم اجيب مين؟ الزد نون. وطبعا الاس هجيبها من اللي هي الريفليكشن. يعني كاني احل المساله هجيب الجاما واجيب مين؟ الزد نون. يعني خلاص بالايه؟ بالقانون. هروح اجيب الجامع اللي هي عباره عن الجزء التربيع اللي هو ار زائد جي، هعوض بقى اصب الارقام. فلما احط ار زائد جي وجامع طبعا هحط الاربعه نص صح؟ تبقى غلط. ليه؟ لازم الاربعه نص على ال و15 من هنا على ال. فبدل ما اقعد كل شويه اسمع ايه اللي اعمل ايه؟ هضرب هنا في ال. يعني اجيب الاول جامع ال والرقم اللي هيطلع اسيبه على ال، يبقى انا كده جبت منين؟ الجامع. يعني بدل ما اقسم على ال اربع مرات هقسم بس ايه؟ مره. يعني عشان نوفر وقت في الايه؟ في الحل. لان الوقت هيبقى غالي عندنا جدا في الامتحان. صح ولا لا؟ ما ساعة ما يجيب لك الولد. موزع الولد. تصفي نص ساعة. تقعد تفكر في المسألة. احنا خدنا الكلام ده ولا ما خدناهوش؟ جي اوميجا اللي هي 2 باي اف اللي هو مديها لنا، في ال اللي هو مديها لنا 15% يعني 15 في 10 اس ناقص 3، كل ده اللي هو الجي ار زائد جي اوميجا اف. الكلام ده كله مضروب في مين؟ في جي اللي هو مديها لنا بقى كام؟ 60 مللي، يبقى في 10 اس ناقص 3 زائد جي اوميجا اللي هي 2 باي اف في السي اللي هو مديها لنا كام؟ 12 نانو في 10 اس ناقص 3. طبعا في ناس مش عارفه النانو ايه والبيكو ايه والحاجات دي. فالميل 10 اسمها 3، المايكرو 10 اسمها 6، النانو 10 اسمها 9، البيكو 10 اسمها 12. صح؟ طيب انا بعمل دي كده علشان في مشكله هتقابلك على الاقل. انت هتعمل ايه؟ ده هنا ريال اوميجن. ده ريال اوميجن. هتشغل الاله تحت الكومبلكس مفيش مشكله، هتضرب القوس الاول في القوس الثاني، صح؟ المشكله بقى امتى؟ لما تيجي تاخد الايه؟ الجذر. الآلة عمرها ما هتعمل الجذر بتاع الايه؟ كومبلكس نمبر. فهو الحل الوحيد ايه بقى؟ ان انت بعد ما ضربت الكوسين دول في بعض سواء بقى طلع غير اوماجيني هتعمل فيه ايه؟ تحوله ماجنتيود وزاويه. يبقى كده يبقى ماجنتيود مع مين؟ مع زاويه. تحت الجذر هفك بقى زي انسى خالص الجذر. يبقى انا هضرب الكوسين في بعض هيطلع رقم غير اوماجيني. حوله ماجنتيود وايه وزاويه. هات له بقى الجذر تحت الجذر. الكلام ده يساوي كام؟ جذر الماجنتيود ونص الايه؟ الزاويه. يبقى الزاويه تحت الجذر يبقى بكام؟ بنص. خلاص انا جبتها كده ماجنتيود وزاويه. انا مش عاوزها ماجنتيود وزاويه، انا عاوزها ريال اوميجن. ليه؟ عشان اطلع الالفا والايه؟ والبيتا. سهله بقى اعمل ايه على الاله؟ على الاله هتحول من ماجنتيود وزاويه الى ريال وايه؟ والبيتا. يبقى الريل هو الالفا والايماجن هو مين؟ البيتا. انا عملتها ثلاثة ارقام عشان هي دي المشكله اللي هتقابلك في حساب مين؟ الالفا والبيتا لو هي الوس ايه؟ رمز مش هتقابلك. انما لو لصص مفيش مشكله، كل ده مش هيظهر عندي في المسألة. يعني انا طبعا لا انت خلاص بتقول لك هتضرب القوسين في بعض. طلع قدامك كده مكتوب ماجنتيود وزاويه. على انا بعمل جذر الماجنتيود ونص الزاويه. امال اللي عامل؟ الحاجة التانية اللي هي مين؟ الزد نون. يبقى جذر التربيع نفس الفكرة، الفكرة تبقى ار زائد جي اوميجا ال على جي زائد جي اوميجا سي. في ال برضه. اه هي نفس المشكلة. تحت الجذر هتقسم ريال اوميجنري على الاوميجنري. طبعا الآلة كومبلكس هتعملها لك ما فيهاش مشكلة. يطلع لك الناتج ريال اوميجنري. تعمله بقى ازاي الجذر؟ الآلة ما تعملش الكلام ده.
هتحوله برضه ماجنتيود وزاوية، وتحت الجذر الماجنتيود جذر الماجنتيود والزاوية نص الايه؟ الزاوية. يبقى انا كده جبت كام؟ الالفا وبيتا، وجبت هنا مين؟ الايه؟ الزاوية. حل بقى المسألة خلاص خلصت. زد نوت في ال. الايه؟ هنا؟ لا مش محتاج ال. مع بعض. هنا ال وهنا ال وهنا ال وهنا ال مع بعض. صح؟ هنعمل ايه بقى بعد كده؟ اروح بقى اجيب اليو، مش انا جبت البيتا يبقى اوميجا على البيتا اللي هي دي باي اليو. محتاج اجيب الريفليكشن كوفيشنت. ما الريفليكشن عباره عن ايه؟ الزد ال هو متهيألي الزد نو ده انا حسبتها على الزد ال زائد الزد نو. هيطلع طبعا ماجنتيود وايه؟ وزاويه. خد بقى الماجنتيود عوض بيها مين؟ الاس اللي هي الاستاندرد ويف ايه؟ بس انا كده خلصت الايه؟ المساله مجرد ما جبت الالفا والبيتا والايه؟ والزد نو. زي ما كنا بنقول في شابتر واحد، لو انا جبت الالفا والبيتا والايتا يبقى المساله كلها ايه؟ مجرد تعويض في الايه؟ في القوانين. خلاص؟ تعالى نشوف المساله اللي بعدها. وانا
عايز اجيب مين؟ اللينس بالمتر، وبالتالي اللينس هتبقى الزاويه دي بالريديان على مين؟ بيتا. لو البيتا هجيبها منين؟ اوميجا على السي. خلاص؟ يبقى هنا اوميجا على السي ده رقم هيطلع وحدته ايه؟ ريديان بالايه؟ بالمتر. وبالتالي لما احط اللي هنا بالريديان يبقى الناتج هيطلع بالايه؟ بالمتر. يبقى انا كده جبت اللينس اللي عنده يحصل ايه؟ الترانسميشن لاين لما يبقى شورت يديني كام؟ جي 75. ممكن بقى المساله يعني كانت بتيجي زمان بس قبل الدكتور ايمن ما يدي الكورس كان يقول هات قيمه الكويل اللي اتحقق كده. سهله صح؟ هعمل ايه فيها؟ اول بقى جي 75 بيساوي جي اوميجا ايه؟ وانا عندي الاوميجا راح اجيب ال كاندكتنس كويل اللي هو يحقق المعدل. ما علينا يعني سيبك. المطلوب الثاني نفس الفكره بس المره دي قال لي ايه؟ لو هو اوبن هعمل ايه؟ راح اقول من الزد اوبن سيركت هيساوي القانون بقى اللي احنا كتبناه اللي هو كان عباره عن ايه؟ ناقص جي زد نون كوتان بيتا ال. مفيش في الاله كوتان والناس بتعمل الكوتان تايم ماينس 1. هل الكوتان تايم ماينس 1؟ انا شفت الكلام ده بيتعمل الكوتان واحد على مين؟ على تان مش كوتان ماينس 1. وبالتالي هعمل ايه؟ نفس الفكره الزد نون ب 45 وانا عاوز الكلام ده كله يساوي جي 75 هو الاله ده في المساله. يعني نقدر بقى نقول ان المره دي التان بيتا ال هيساوي بقى كام؟ ناقص 42 على كام؟ 75. ويبقى بنفس الفكره هاخد تان ماينس 1 بالرقم ده يطلع بيتا ال هطلعه بالريديان اقسمه على البيتا يديني مين؟ الطول. نستفيد ايه من المساله؟ اكيد المساله لها معنى. المعنى اللي انا قلته ان الترانسميشن لاين هيدي شيء 75 بص يعني اشتغل كانه ايه؟ كويل. ازاي اخلي الترانسميشن لاين يشتغل كويل؟ لو جبت بالطول الاولاني هعمله ايه؟ شورت. لو جبت الطول الثاني هعمله ايه؟ اوبن. في الحالتين هيدي مين؟ كويل قيمته كام؟ جي 75. ده الاستفاده من المساله لو انا عاوز. انما عايز احلها وخلاص ادينا ايه؟ حليناها. مساله رقم اربعه. نعم. يقول لك هات بقى كرت الكويلز بتتحقق الكلام ده. خلاص هنعمل ايه؟ مش هو بيدي شيء 75؟ هسميه كويل. قيمة الكويل جي اوميجا ال. عندي الاوميجا راح اجيب ال. يبقى انا راح اجيب كويل الاندكتنس بتاعته بالقيمه دي عشان يدي شيء 75. بدل ما اجيب بقى كويل نعمل ايه؟ لا ده انا اجيب ترانسميشن لاين بالطول ده عشان يدي برضه مين؟ جي 75. هي نفس الفكره. طيب مساله رقم 3 4. اربعه بقى بقى في الحسابات بقى بجد بقى اللي هو يخليك بقى تحسب الفولت والكارنت في كل حته على الترانسميشن لاين. هو بيقول لنا ايه في المساله؟ المسائل دي بقى من المسائل المهمه اللي هي طبعا مسائل الامتحانات. بيقول عباره عن 500 اوم نص سلايد. نديك اول حاجه الزد نون تساوي 500 اوم ونص سلايد. كل المسائل بتاعتنا هتبقى نص سلايد. هاز في ان يعني الفولت عند اللود ب 10 على 25 يعني الفي ال ب 10 على زاويه 25 ومدينا الزد ال اللي هي قيمه اللود ب 50 على زاويه كام؟ 30. دي المعلومات بتاعت المساله. ايه اللي هو عايزه؟ بيقول فايند ذا كرنت اد لامدا على 8 فروم ذا لود يعني بعد مسافه لامدا على 8 من اللود عاوز يجيب مين؟ الكرنت. يعني الاي عند لامدا على 8 فروم الايه؟ ده كده مين؟ المطلوب في الايه؟ خلاص؟ تعال نشوف نتعامل ازاي مع المساله. اللي هقوله دلوقتي هي نفس طريقه الحل اللي هنتعامل بيها في اي مساله يطلب فيها الفولت او مين؟ او هنعمل ايه فيها؟ هروح لنفس ادي المساله بتاعتي، ادي اللود اللي هو مديهولي. وادي رد ترانسميشن لاين. هو مديني الزد ال ومديني مين؟ الفي ال. يبقى دي المعطيات بتاعت مين؟ المساله. طبعا مدينا مين؟ الزد نود اللي هي الكاركترستيك امبيدنس. وقال ان هو لوسلس يبقى الالفا بزيرو يبقى انا فاضل مين؟ البيتا. دي المعلومات بتاعت مين؟ المساله. ايه بقى المطلوب؟ قال لك على مسافه لامدا على 8 من اللود يعني هتحرك من اللود مسافه لامدا على 8 عاوز يجيب الكارنت في الحته دي.
يبقى المسافة اللي هي بين اللون والنقطة اللي أجيب عندها الكرن طولها قد إيه؟ لمدة عادية. تعالوا بقى نبدأ نحل. أكيد عشان أجيب الفولت أو الكرن هستخدم القوانين اللي إحنا قلناها. إيه هي؟ إن الفولت أوف زد بيساوي في زيرو بلس إي أس ناقص جي بيتا زد زائد في زيرو ماينس في إي أس جي بيتا زد. أنت ما كتبتهاش كده صح؟ أنا ما كتبتهاش كده. إحنا كنا كاتبينها مين؟ جاما زد وجاما زد. ما احنا خلاص قلنا ان الجاما الفا زائد جي بي، طب في النص الفا بزيرو يبقى اللي فاضل هو مين؟ الجي بي. يبقى هما الاثنين زي بعض. والاي اوف زد يبقى واحد على الزد نون في في زيرو بلس في اي اس نار جي بيتا زد ناقص في زيرو ماينس في اي اس جي بيتا زد. ده كده القوانين بتاعت الفولت والكار. ابدا بقى انت مدينا مين؟ اهو مدينا في المساله مديك ال في ال والزد ال، يعني اقدر اجيب الاي ال ولا مش هقدر؟ ما هو الاي ال هو ايه؟ الفي ال على الزد ال، يعني اللي هي عباره عن ده على ده اللي هي 2 من 10 على زاويه ناقص كام؟ 5. اللي هي 10 على 50 2 من 10 على زاويه ناقص 5 اللي هي 25 ناقص 30. يبقى اصبح عندك الفي ال واصبح عندك مين؟ الاي ال. ادي الفي ال وادي مين؟ الاي ال. ايه رايك؟ لو انا حطيت الزد هنا بزيرو مش ده اللي احنا بنسميه الزد اكسس؟ انا احط هنا الزد بزيرو يبقى الزد هنا بكام؟ بناقص لمدة على 8 لان الزد في الاتجاه ده. حطيت هنا زيرو يبقى انا رجعت المسافه قد ايه؟ لمدة على 8 يبقى ناقص لمدة على كام؟ 8. دي اول معلومه. الحاجه الثانيه ايه هو الفولت عند النقطه دي؟ مش هو جي ال اللي عندها زد بكام؟ زيرو. يعني عوض المعادله دي الزد بكام؟ زيرو. يعني هي الفي زيرو بلس زائد الفي زيرو ماينس. وايه هو الكرنت عند النقطه دي؟ اللي هو ده بس عند الزد بكام؟ زيرو. يعني اقدر اقول ان الاي ال يساوي واحد على الزد نور في الفي زيرو بلس ناقص الفي زيرو ايه؟ ماينس. صح ولا لا؟ الحاجه الثانيه بدل ما اخلي الزد نور هنا هضربها الناحيه الثانيه، يعني احطها هنا. في مشكلة فيها؟ اجمع بقى المعلومتين دول واطلعهم. يعني لما اجمعهم هيطلع مين؟ يطلع ان ال في زيرو بلس بيساوي نص في ال زائد اي ال في الزد نون. كل حاجة عندنا ولا مش عندنا؟ عندنا ال في ال اللي هم دول والاي ال انا جبته هو في ال على الزد ال والزد نون بكام؟ ب 500. يعني كأن ال في زيرو بلس بقت معانا. صح ولا لا؟ الكلام ده جه منين؟ لما جمعت دي زائد دي. زي ما جمعتهم اطرحهم، يعني اطرح دي ناقص دي، فيطلع بقى مين؟ ان ال في زيرو ماينس هيساوي نص في ال ناقص اي ال في مين؟ الزد نون. كل حاجه برضه عندنا يبقى انا كده جبت مين؟ الفي زيرو ماينس. يبقى انا استفدت بالفولت والكارت اللي هو مديهولي، ده دايما في كل مساله كده، لما يديني فولت والكارت هستفيد منهم ازاي؟ ان انا ما اعرفش ايه هو الفي زيرو بلس وما اعرفش ايه هو الفي زيرو ماينس، فاستفدت من الفولت ده والكرنت ده عشان اجيب الفي زيرو بلس والفي زيرو ماينس. ارجع بقى وهات لي الكرنت هنا. ايه هو الكرنت عند النقطه دي؟ هو ده بس عند زد بكام؟ بس خلص كده. يبقى انا اشيل الزد واحط مكانها مين؟ ناقص لمدة على 8. واشيل الزد واحط مكانها ناقص لمدة على كام؟ 8. والفي زيرو بلس حسبتها والفي زيرو ماينس حسبتها والزد نوت بكام؟ يبقى انا كده جبت الاي اللي هو ايه؟ عايزه حليت المساله. خلاص؟ يبقى مجرد بس التعويض في الايه؟ في الارقام. ما في ده 2 باي على لندا واللندا هتروح مع لندا، يعني دي 2 باي على لندا دي كاملها. هكملها تحت. يبقى الكلام ده هيساوي الفي 1 على 500 في الفي زيرو بلس وهنا بيتا 2 باي على لندا. لندا على 8 يبقى لندا راحت مع لندا تنطلع لنا بار على كام؟ على 4 اللي هي على زاويه 45. ممكن اكتبها كده صح؟ ما هو 4 اللي هي كام؟ زاويه 45 ناقص في 0 ماينس على زاويه كام؟ 45. وبالتالي عندك الفي 0 بلس مثلا، يعني لو طلع الفي 0 بلس مثلا وهيطلع الثاني هما الاثنين على زاويه، لان دي فيها زاويه ودي فيها زاويه، فيطلع برضه من هيطلع مثلا كام؟ مثلا 5 مثلا على زاويه 30.
هعملها ازاي؟ يبقى هنا 5 على زاوية 30 وفي 45، يبقى المجموع كام؟ 5 على زاوية هجمع ال 45 مع ال 30، يبقى 5 وكام؟ 70. يعني ايه؟ كأرقام تقدر تتعامل معاها. المفروض طبعا شاطرين في الرياضة الحاجات دي سهلة. هتتعلم تتعلم شوية بس نفس الحلقة يطلع ورا. يعني زي ما تقول ايه؟ انا هاخد ان هنا زيرو وهنا نقطة على تمانية، هي هي. بس ساعتها لما تجيبي دي هيبقى مضروب في مين؟ في اكسبوننشال، وهنا مضروب في اكسبوننشال. هي هي نفس الحاجة. بس الاسهل عندي ان احط الزد في زيرو عند الفولت والكرنت الجيفة. خلاص؟ ده الاسهل ايه؟ يبقى دي المسألة أو دي طريقة حل، دي مش مسألة دي بس، ده أي مسألة يقول هات فيها الفولت والكرنت هنحلها بنفس الطريقة. لأن احنا قلنا إن الشيت بياخد سامبل من كل نوع ويحط لك مسألة. وانت لازم تعرف طريقة الحل عشان تحل بقى أي مسألة تانية بنفس الايه؟ نفس. تعال نشوف المسألة اللي بعد كده. كده هتيجي حاجة تنفعك مش هتخرج كده. اللي مش هتنفعك مش هتنفعك. طيب رقم كام؟ 5. نفس المسألة اللي هي 4 بس بطريقة تانية. يعني أو فكرة تانية من أفكار المسألة. نشوف 200 إيه بقى؟ لا مفيش، ما أنا خلاص مرة حطيت 4. الخميس ده عندي في السبت امتحان هتيجي الخميس؟ انا خلاص النهارده لحد الدكتور موقف الامتحان امبارح. طب لا مش رقم 5 بيقول لنا عندنا لوست ترانسميشن لاين، باور لوست ترانسميشن لاين زي ما اتفقنا، وزن زد نوت بتساوي 45، يعني الكونتنس الامبيدنس بتاعها 75 اوم. ترمينيتد باور يعني لان الزد ال بتساوي 120 اوم. ذا لينس اوف ذا لاين از 1.25 لندا، يعني الطول بتاع الترانسميشن لاين 1.25 لندا. اف ذا لاين انرجايز باي سورس اوف 100 فولت روت مين سكوير، يعني الكلام ده هيحط في سورس، السورس ده بيديك الفي في ده اللي احنا كنا بنسميها في جي اللي هي 100 فولت، وقال لك روت مين سكوير. With an internal impedance يعني الامبيدنس بتاع السورس نفسه بكام؟ ب 50 اوم اللي احنا بنسميها مين؟ الزد جي. يعني دي كل البيانات بتاعت السيستم، اللود والسورس والترانسميشن لاين. ايه اللي هو عايزه؟ المطلوب الاولاني يقول لنا احسب الانبوت امبيدنس. المطلوب الثاني لو ما كانش الطلب الاولاني كان غصب عنا اجيبه. ليه؟ لان هو عايز يجيب الماجنتيود بتاعت اللود فولتج او الفولت عند الايه؟ اللود. نحلها ازاي؟ تعال نرسم المساله ونشوف نحلها ازاي. يبقى ادي الزد ال اللي هو 100 ولت وصله بالترانسميشن لاين اللي هو ده، هنحل الترانسميشن لاين اللي هنوصل بيه مين؟ الزد ال. وصل معاه هنا سورس، السورس دي انترنال امبيدنس اسمها زد جي، وليه فولت السورس اسمه مين؟ في جي. ادي الايه؟ المساله. الطول بتاع الترانسميشن لاين اللي هو ال 1.25 لندا، وانا محتاج تان بيتا ال، يعني كاني هكتبها ازاي؟ تان والبيتا 2 باي على لندا، والطول اللي هو ربع 1.25 لندا او نقدر نقول 5 على 4 لندا، نطلع كانها كام؟ تان 5 باي على كام؟ 5 على 5 على 2، يعني مضاعفات الباي على 2 القطب، ومضاعفات الباي على 2 القطب التان بتاعتها بكام؟ ما بتطلعش على الآلة، بس أنت عارفها بتطلع بكام؟ بإنفينيتي. لأن هي إيه؟ ساين على كوزاين، وكوزاين أي حاجة باي على 2 بكام؟ بزيرو، فأي حاجة على زيرو بكام؟ بإنفينيتي، وبالتالي الآلة ما تطلعهاش، فالمفروض طبعا أنت عارف الحاجات دي كويس هنستخدمها دي. طيب، يبقى ده المسألة، تعالى بقى نحل، نحل بقى إزاي؟ أول حاجة عاوز الإنبوت البيوت، مفيش أي مشكلة. الانبوت امبيدنس هكتب القانون اللي انت لازم تبقى حافظه كويس جدا، هيبقى الزد نور في زد ان زائد جي زد نور تان بيتا ان اللي احنا جبناها 5 باي على 2 على زد نور زائد جي زد ان تان بيتا ان اللي هي 5 باي على 2 بيساوي. لقينا طبعا في المساله احنا بنحلها ان
5 باي على 2 ضعفات ال 90 التان بتاعتها الانفينيتي، فما اقدرش اعوض بيها فوق وتحت، انا هعمل ايه؟ هقسم عليها، فلما اقسم هنا هتروح، ولما اقسم هنا يبقى على ما لا نهايه، لما اقسم هنا هتروح، ولما اقسم هنا يبقى ايه؟ ما لا نهايه، وبالتالي لا زيرو ولا زيرو والجي مع الجي يطلع كانها ايه؟ زد نود سكوير على مين؟ الزد. النوع اللي هو الترانسميشن لاين هنقوله بعد شويه اسمه كوارتر ويف ترانسميشن لاين. يعني ترانسميشن لاين طوله مضاعفات اللمضة على أربعة اللي هي القط، يعني لمضة على أربعة وثلاثة لمضة على أربعة وخمسة لمضة على أربعة. إيه اللي بيحصل فيه؟ إن دايما باستمرار الإنبوت إمبيدنس بتاعه زد نود سكور على مين؟ على الزد. أصبحت بقى سهلة، الزد نود ب 50 ولا ب 75 والزد ال ب 120، عوض جبنا مين؟ الزد. يبقى ده أول مطلوب في المسألة، جبنا مين؟ الزد. ازاي بقى نجيب البي ال؟ هنعمل ايكويفالنت للداله دي، ايه هو الايكويفالنت بتاعها؟ ده هنتفاهم ان الزد انبوت ان انا اشيل كل ده واحط مكانه مين؟ الزد انبوت، يعني كان السيركت بقت بالشكل ده. صح كده؟ ادي البي جي وادي الزد جي وادي مين؟ الزد انبوت. الكرنت اللي كان ماشي كده هنسميه اي نون، والفولت اللي هنا هنسميه مين؟ في نون، اللي هو ده، يبقى هو ده الفي نون وهو ده مين؟ الاي ايه؟ الاي نون. من الداله دي مش انا هقدر اقول الاي نون بيساوي الفي جي اللي هي ب 100 على الزد جي اللي هي بكام؟ ب 50 زائد الزد انبوت اللي انا حسبتها، يبقى انا كده جبت مين؟ الاي نون. طب والفي نون اللي هو عباره عن الاي نود في مين؟ الزد نود. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا بعد ما جبت الانبوت امبيدنس عملت الكوفرنت للدايره حسبت منها الانبوت كرنت والايه؟ والفولت. وبالتالي عايز اجيب الفي ال، اجيب بقى الفي ال ازاي؟ هفرض ان الزد هنا بزيرو والزد هنا بكام؟ 1.25 اللي هي مين؟ ال ال. مش معنى انا عملتها غير المره اللي فاتت لان الجيف اللي عندي هنا بقى مين؟ يعني اقدر اقول ايه؟ نقدر نقول ان الفي زيرو بلس بيساوي نص في نوت زائد الاي نوت في الزد نوت. انا جبت الفي نوت وجبت الاي نوت والزد نوت ب 75 يبقى جبت الفي زيرو بلس. واقدر اقول ان الفي زيرو ماينس بيساوي نص في الفي نوت ناقص الاي نوت في الزد نوت. يبقى انا جبت ايه؟ جبت الفي زيرو بلس وجبت مين؟ الفي زيرو ماينس. زي المسألة اللي فاتت بالظبط، بس كل احنا عملنا ايه؟ غيرنا ايه؟ غيرنا ريفرنس على الترانزستور، ودول القوانين اللي انت خدتهم في المحاضره. هات بقى الفي ال سهل بقى، ايه هو الفي ال؟ هو الفي زيرو بلس في اي ناقص جي بيتا ال، صح؟ والبيتا ال اللي هي كام؟ 5 باي على 3، وانا جبت الفي زيرو بلس زائد الفي زيرو ماينس في اي اس جي بيتا ال اللي هي 5 باي على كام؟ 2. جبت الفي زيرو بلس، جبت الفي زيرو ماينس، ودي انا عارفها، يبقى انا كده جبت مين؟ الفي ال اللي هو عايزها في المساله. بنفس الفكره اللي حللنا بقى المساله فاتت، مش مسالتين دول بس، ده اي مساله هيطلب فيها الفولت والكرنت بنفس الطريقه. ايه بقى هما الطريقتين؟ لا اما عندي الفي ال والاي ال هجيب منها الفي زيرو بلس والفي زيرو ماينس واعوض بيه واجيب الفولت والكرنت اللي هو عايز الناحيه الثانيه، او العكس، لا اما هجيب الفي نون والاي نون هجيب منهم الفي زيرو بلس والفي زيرو ماينس هجيب منهم الفولت والكرنت الناحيه الثانيه. نفس طريقه الحل هي خلاص. يبقى ده كده مين؟ المسائل اللي عندنا. اخر حاجه بقى عشان اللي احنا ماشيين معاه اللي هو مين؟ الكوارتر ويف ترانسفورم اللي هي الماتشنج سيركل. زي ما قلنا المسائل دي مش كفايه ان انت تحل مساله امتحان، لازم تحل مسائل الشطر بتاعت الشخص مش عارف. الماتشنج سيركت، ايه هو المقصود بالماتشنج سيركت؟ الحاله اللي احنا قلناها اللي هي الاوبتيمم كيس، ان احنا عاوزين الزد ال يساوي الزد نوت، عشان لما ابعت باور للود استفيد منها ما يرجعليش مين؟ الكلام ده ما بيحصلش وعمره ما هيحصل. ليه؟ لان الترانسميشن لاين ده في السوق ستاندرد، يعني اي ترانسميشن لاين ستاندرد بتاعه مكتوب عليه زد نوت،
يعني لو انت دققت كده في السلك بتاع ال اللي عندك في البيت هتلاقي الزد ديت مكتوب عليه يا اما 50 يا اما 75. وبالتالي ده ستاندرد موجود في السوق. لو اللود ده اغر منها ليه؟ لان اللود ده الحاجه اللي انت بتوصلها اللي هو التلفزيون والريسيفر والسماعه، فكل حاجه من الحاجات دي لها زد ال مختلفه عن الثانيه. فلما نوصلها بالسلك فعمر الزد ال ما هتساوي مين؟ الزد لود. فالحل بقى الحل بسيط جدا ان احنا قبل ما نوصل اللود للزد لود بنحط هنا مين؟ دايره. الدايره دي بنسميها مين؟ الماتشنج سيركت. الماتشنج سيركت ده بعدنا نوعين، يا اما باستخدام الكوارتر ويف ترانسفورمر يا اما باستخدام حاجه تاني اسمها مين؟ الستوب تيومر. خلاص؟ يبقى دول الحاجتين اللي هنستفيد منهم في حاله مين؟ الماتشنج سيركت. الزد الكوارتر ويف ما ينفعش الا كان الزد ال ريال. لو الزد ال ايماجيني ما ينفعش معايا الكوارتر ويف. واكيد معايا الحته دي بس ان شاء الله من ملف الستوب يعني. ما علينا. ما هو الكوارتر دول انت على البحر. مش مشكله. بقول يعني انت اللي استخدمهم. فهنعمل ايه؟ ببساطه جدا. هاجي هنا واحط لمضة على اربعة ترانسميشن لاين. ادي اللود. اجي قبل الزد نود اللي هو هنا ده. وهحط هنا مين؟ ترانسميشن لاين تاني طوله الأرض على كام؟ على الأرض. طبعا ده ليه زد نون؟ جيفن مثلا ب 50. وده ليه زد ال؟ جيفن مثلا بكام؟ ب 100. فلو وصلتهم ببعض ال 100 مش هي ال 50، هيبقى في ريفليكشن اللي هو يساوي كام؟ 100 ناقص 50 على 100 زائد 50 يعني تلت. يعني كأن الباور أو اللود هيستفيد بتلتين الباور والتلت التاني رجع ما استفادش. طبعا الكلام ده كوميونيكيشن بيبقى لوست. عايزين بقى نستفيد ازاي؟ لا ده انا هحط هنا كوارتر ويف ليه زد نود تاني هسميها زد نود داش. ويبقى مطلوب مني ايه؟ ان لما ابص هنا كده شايف كل ده ماتشنج مع مين؟ مع زد نود. يعني لما احسب الزد انبوت هنا لازم تطلع هي مين؟ الزد نود. ساعتها يبقى اللي هنا ماتشنج مع الفيزيكال لاين، يعني البار كلها تمشي في الايه؟ ايه هو الزد انبوت؟ اللي هو بتاع الكوارتر ويف اللي احنا جبناها من شويه عباره عن ايه بقى؟ هتبقى زد نون داش سكوير على مين؟ الزد ال. ويبقى انا عشان اعمل ماتشنج اعمل ايه؟ هروح اجيب ترانسميشن لاين طول اللمضه على اربعه. يعني اجيب كام متر مثلا؟ هشوف الفريكوانسي اللي هشتغل عنده كام؟ واحسب منه اللمضه هقسمها على اربعه عرفت ان الطول اللي انا عايزه مثلا 10 سم. يبقى الطول اللي هحطه هنا قد ايه من السلك؟ 10 سم. ده بالكاركترستيك بتاعته كام؟ هجيبها بقى ازاي؟ من المعادله دي ان الزد نود داش يساوي الجذر التربيعي لزد نود في مين؟ في زد ال. الزد نود 50 والزد ال ب 100 يبقى انا عاوز ترانسميشن لاين هشتريه من السوق الكاركترستيك بتاعته كام؟ جذر 50% يعني جذر كام؟ 1500. طبعا جذر 1500 يطلع بقى كام؟ يعني كسر يعني مفيش طبعا في السوق ترانسميشن لاين كسر صح؟ وبالتالي قال لك بدل ما بنعمل 1 سيكشن وما اعرفش اجيبه من السوق نعمل ايه؟ 2 وممكن اعمل 3 وممكن اعمل 4. اللي عليك بس اللي هو مين؟ ال 2 صح؟ شو قال لك السنجل وال 2 سيكشن؟ ال 2 سيكشن هنعمل ايه؟ يبقى ادي الترانسميشن لاين وادي السيكشن الاولاني اللي هو ده. برضه ترانسميشن لاين طول اللمضه على اربعه وليه مثلا زد نود واحد. هيحط كمان سيكشن ترانسميشن لاين طول اللمضة على البعض ودي كاركترستيك كام؟ زد 2. كل ده عشان اوصله الترانسميشن لاين الاصل اللي هو مين؟ زد نود. ما تنساش ان زد نود ب 50 والزد ال بكام؟ ب 100 ومجهول عندي الزد نود واحد والزد نود كام؟ 2. ايه هم اللي اجيبهم من السوق عشان احطهم احقق لي الماتشنج؟ يبقى بالمعدات. بالمعدات هنعمل ايه؟ هبص هنا كده هجيب الزد انبوت واحد وهبص هنا كده هجيب الزد انبوت اتنين. ايه المطلوب من الدايره؟ اللي لما ابص على كل ده هشوف يساوي مين؟ ساعتها انا حققت الماتش. يعني المطلوب عندي ان الزد انبوت اتنين لازم تساوي مين؟ زد انبوت. تعال اول نجيب الزد انبوت واحد. ما هو ده كوارتر ويف. الكاركترستيك امبيدنس الزد انبوت واحد. واللود بتاعه زد ال، يبقى القيمة عبارة عن ايه؟ زد نود سكوير على مين؟ على الزد ال. يبقى ده الزد انبوت الايه؟ الاولاني، بس مش نود بس، نود ايه؟ واحد.
يبقى انا اصبح شلت ده وحطيت هنا لود اسمه مين؟ زد انبوت واحد. يبقى الزد انبوت واحد بقى هو اللود بتاع الترانسميشن لاين الثاني. يبقى الانبوت 2 عباره عن ايه؟ الزد انبوت 2 هيساوي الزد نود 2 سكوير على اللود بتاعها اللي هو مين؟ زد انبوت واحد. لان الانبوت واحد بقى هو اللود بتاع مين؟ بتاع الثاني. عوض بقى شيل الزد انبوت واحد وحط مساويها هيطلع كانها كام؟ زد نود 2 على زد نود 1 سكوير كل ده في مين؟ في الزد انبوت. ايه هو الريكوايرد بتاعنا؟ ان كل ده يساوي مين؟ زد نود. يبقى اصبح في علاقه، ايه هي العلاقه بقى؟ ان زد نود 2 على زد نود 1 بتساوي الجذر التربيعي لزد نود على مين؟ على زد ال. الزد نود على زد ال اللي هي جذر تلت. يبقى انا اروح ادور في السوق ايه هما نوعين الترانسميشن لاين الزد نود 2 على زد نود 1 علشان الغش بينهم تبقى جذر الايه؟ التلت. دي تبقى سهله في الديزاين عن الحاله الايه؟ الاولانيه. وهكذا لو عملت ثلاثه تبقى اسهل، لو عملت اربعه تبقى ايه؟ اسهل. خلاص؟ يبقى ده كده مين؟ بنسميه الماتشنج سيركت او الكوارتر. في المساله هيديك الزد نود ويديك الزد ال. ويقول لك ديزاين ماتشنج سيركت. ممكن يقول لك سنجل سيكشن او ممكن يقول لك ايه؟ دبل سيكشن. خلاص؟ مساله بقى الشيت. امسح؟ امسح ولا لا؟ ماشي. اخر مساله بقى عشان عايز الاثبات صح؟ عايز فين الاثبات؟ الاثبات شايف الاثبات؟ بس انت اللي انا عملته ده؟ شايف الاثبات؟ ده معدلات يعني اثبات عندنا بقى تقعد تكتب المعدلات وتستنتج معادله وتفاضل معادله وتكمل معادله هو ده اللي بيقول لك اللي بيقول لك امتحان عشان تبقى انت حافظها وتنجح. رقم سته واخر مساله عندنا بيقول لنا عباره عن ايه؟ تو ايدنتيكال انتنا اتش ويز انبوت امبيدنس 74 اوم ار فيد ويز 3 ايدنتيكال 50 اوم كوارتر ويف لوسس ترانسميشن لاين اش شوين ان ايه انفيدر. يعني هو مديك اتنين انتنا، ادي انتنا وادي انتنا، ده 74 اوم وده 74 وصلتهم ازاي بالسورس بتاعي بثلاثة ترانسميشن لاين ايدنتيكال. يعني ايه ايدنتيكال؟ يعني كلهم نفس الايه؟ الزد نوت. وكلهم لمضة على كام؟ أربعة. يعني الطول ده لمضة على أربعة، والطول ده لمضة على أربعة، والطول ده لمضة على كام؟ أربعة. والزد نوت لكل واحد فيهم بكام؟ بخمسة. دي المسألة اللي هو ايه بتاعها. طب ايه هو المطلوب؟ ببساطة جدا يقول لك هات الانبوت امبيدنس. أجيب الانبوت امبيدنس ازاي؟ أنا عندي ثلاثة ترانسميشن لاين. ببساطة كده هنعمل ايه؟ هجيب الزد انبوت بتاع الترانسميشن لاين الاولاني هسميها زد انبوت 1 والزد انبوت بتاع الترانسميشن لاين الثاني هنسميها زد انبوت كام؟ 2. يبقى الزد انبوت 1 هي هي الزد انبوت 2 في المساله دي بس. ليه؟ لان الترانسميشن لاين هو هو الزد لود بتاعتهم واحده والطول واحد وكمان اللود ده انا حاطه ايه؟ طبعا لو اختلف اللود هتقول زد انبوت 1 بقانونها وزد انبوت 2 ايه بقانونها. يعني اقول لها عباره عن ايه بقى؟ يبقى زد نود سكوير على زد ال اللي هي كام؟ 74. هات الزد ال ايكويفالنت. ايه هو الزد ال ايكويفالنت؟ اللي هو اللود بتاع الترانسميشن لاين الثالث هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ الاثنين دول بدل مع بعض. خلاص؟ مش دي زد انبوت واحد ودي زد انبوت اثنين، الاثنين كده مع بعض هما اللود بتوع الثالث. الاثنين بدل مع بعض، ليه؟ ليه بدل؟ لان الكارنت دخل كده اتوزع لجزئين، جزء هيروح لده وجزء هيروح لده. خلاص كده؟ وبالتالي يبقى الزد ال كوفرنت عباره عن ايه؟ هي زد انبوت واحد بدل مع زد انبوت اثنين. وبما انهم متساويين يبقى نص واحده فيهم، يعني نص في مين؟ في زد نود سكوير على كام؟ 74. تعال جبنا الزد ال كوفرنت. هات بقى الزد انبوت. ما هو الترانسميشن لاين الثالث ما هو اللي عباره عن ايه؟ كوارتر ويف. الزد انبوت بتاعته بكام؟ بنفس القانون. هيبقى زد نود سكوير على زد ال بس هسميها ال ايه؟ كوفرنت.
وبالتالي لما اقسم الزد نوت سكوير ده على الرقم ده يطلع في الاخر كام؟ طبعا الزد نوت اطلع مع الزد نوت يفضل لنا 2 في 74 مقام مقام يبقى بسط يبقى 100 كام؟ 48. يعني زد انبوت الاخيره هنا شايفها كام؟ 148. خلصنا كده المسائل لحد ما هو واقف في المحاضره اللي فاتت. المحاضره اللي جايه مش داخل امتحان، فاحنا هنا في تفاصيل لحد الايه؟